جئت لأشارك في هذه المسيرة المباركة لنصرة للقضية الفلسطينية ولأهل غزة خاصة وأهل الضفة الغربية، وكذلك مطالبين جميعا بإسقاط التطبيع الذي أبرمته كثير من الحكومات العربية والإسلامية، وكلنا على قلب رجل واحد نصرة لهذه القضية، قضية المسلمين الأولى الآن، ودفاعا عن المقدسات وعلى ثاني أو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهذا أقل الواجب الذي ممكن أن نقوم به في مثل هذه المسيرات. والحمد لله الشعارات والخطابات كلها تسير في مساق واحد، ونصرة الإسلام والمسلمين، وفي قضيتهم الأولى قضية فلسطين نصرة لأهل غزة، وفضحا للنظام العالمي في هذا اليوم الذي يقولون عنه زورا أنه اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويتبين أن حقوق الإنسان عند الغرب هي هذا الدمار والإبادة الجماعية التي تطال إخواننا المسلمين أطفالا ونساء ورجالا في غزة وغيرها.